نكمل في درس جديد. وصلنا الى يونت 6 لسن 4 رود سيفتي. شنو رود سيفتي؟ سلامة الطريق. حاضر كتبنا وملازمنا وخاصة الكتب البيوبلز بوك على صفحة 80 و 81. يلا حضروها. والاكتيفيتي بوك راح تكون على صفحة 78 79. يلا جاهزين؟ ملازمنا يونت 6 لسن 4. أيضا راح نتعلم بعض المفردات والكلمات اللي لازم نعرف نحفظها نحفظ معناها. Road safety ومثل ما تشوفون الصورة والأغنية اللي تسمعوها بالصف، بس إحنا اليوم محاضرتنا فيها أغاني، يعني نركز على الأشياء اللي تفيدنا للامتحان الوزاري. الأغنية هنا أو اللي listen and read الكلام اللي راح أقرأه وراح أترجمه عليك تفهمون معنى الموجود بكتابكم صفحة 80. Our teacher مدرستنا made a poster for the class about road safety عن سلامة الطريق. There are 9 photos 9 صور حطت لنا بهذا البوستر تبين لنا الأشياء التصرفات الصحيحة والتصرفات السيئة بالطريق بالشارع. There are 9 photos 9 صور on the poster. Some photos بعض الصور show تبين good road safety. يعني شنو؟ يعني أشياء تسويها good road safety behavior، يعني تصرف جيد في الشارع. And some show وبعضها تبين bad road safety behavior. Behavior يعني تصرف سيء في الشارع. We have 2 tasks to do. عندنا مهمتين أن نفعلها. Task المهمة. أولا write the number of each photo in a good road safety or bad road safety column. يعني راح نكتب بعمود الصور اللي تحمل الـ good road safety behaviors، الـ good behavior التصرف الجيد، وعمود آخر راح نكتب بالـ bad behavior التصرف السيء. Number 2 read the descriptions. اقرأ الوصف. Match a description to a photo. ووصل الوصف بالصورة. إذا هذا المطلوب من عندنا راح نشتغله سوا. نشاط صفي نعم، لكن معاني كلمات مطلوبة. نروح على الصفحة الثانية اللي هي صفحة 81. ورا ما نشوف الصور ونشوف كل وحدة جدة تبين سلبي لو إيجابي راح نحطها بالعمود الصحيح، بالعمود الجود أو الباد بيهيفير حسب رقم الصورة. زين نريد كلام يوضح الصور موجود بكتابكم بصفحة 81. راح أقرأ. إذا تباعون على الصورة رقم 4، صورة رقم 4 شوفوها، التعليق عليها موجود بصفحة 81 هنا. شوفوا we can see a young boy، نشوف ولد صغير sitting in a car seat قاعد في مقعد السيارة. His mother is putting on the seat belt، وأمه دا تضع له حزام الأمان. جيد لو سيء؟ جيد. إذا عمود الجود راح نحط به رقم 4 أول شيء، صورة رقم 4. زين there is a green man on a road signal. Road signal إشارة الطريق بها صورة رجل باللون الأخضر، هذا معنى الإشارة خضراء اللي يمشون، المشي مسموح. إذا there is a green man on a road signal. This shows هذا يبين people that they can cross at zebra crossing. الناس ممكن تعبر منه. أعتقد هاي الصورة رقم 3. إذا الجرين مان بالصورة رقم 3 هذا الشيء صحيح، إن الناس تعبر إذا الإشارة خضراء للمشاة مو للطريق للشارع. لما تكون الإشارة خضراء على للرجل الأخضر يعني العبور مسموح، معنى السيارات حمراء ممنوع تمشي. نجي على الكلمة الجملة رقم 3 الجملة الثالثة. إذا هسه الجملة الثانية حطينا بالمربع رقم 3. The man الرجل is looking at the smartphone. دي باوع بالتليفون while he is driving. هو ودي يسوق. هاي يا صورة شوفوها رقم 9. دي يسوق ودي يخابر، ما أدري دي مسج، ما أدري دي يقلب. يصير لا. إذا رقم 9 بالباد بيهيفير بالتصرفات السيئة. نجي على البعدها. There is a car waiting for the road signal. سيارة دا تنتظر for the road signal بالإشارة مال الطريق. Red means stop، الأحمر يعني التوقف، and green الأخضر means you go، أنت تمشي. طبعا الصورة رقم 1 الأخضر تمشي والأحمر تتوقف، وهذا تصرف صحيح تصرف جيد. إذا صورة رقم 1 مع good behavior. بعدها
The young boy, الولد الصغير, is crossing the road, يعبر الشارع on the zebra crossing. هاي بالضبط الصورة رقم 8. ولد يعبر من خطوط العبور. تصرف جيد. فنحطه بالgood behavior. البعدها صورة رقم 6 باعوا لي اياها. ايش دي يسوي الرجل؟ دي يربط حزام الأمان. فذا مان از بوتينج اون هيز سيت بيلت، يضع حزام الأمان، طبعا تصرف صحيح. والجملة الأخيرة ذا بويز ار فايتينج، يتعاركون ان ذا باك اوف ذا كار، اللي هي الصورة رقم 7. الأطفال دي يتعاركون دي يلعبون بالسيارة والأب دي يسوق، طبعا باد بيهيفير، أصلا تصرف مو بس غلط، سخيف أيضا وهمجي، إنه أنت بالطريق قاعد تتعارك بالسيارة. أوكي. إذا هنا انتهى عندنا شغلنا بالستودنت بوك بالعفو بالبيوبلز بوك كتاب الطالب وراح ننتقل إلى كتاب النشاط. نبدأ بكتاب النشاط من لسن 4 تمرين أي وانتبهوا وياي. تمرين أي صفحة 78 يقول وصل الكلام، تبع وياي زين، مهم جدا هذا الكلام. رقم 1 Put on your seat belt. ضع حزام الأمان. When you are in a car. عندما تكون في السيارة. يلا تبع. Put on your seat belt when you are in a car. هذا يجيب كالوريا وصل. مهم جدا. رقم 2 Stop. انزلوا عليه 1, 2, 3, 4, 5, 6. سادس جملة. Stop before you cross the road. توقف قبل عبور الشارع. Stop before you cross the road. زين. 3. Look. نزلوا لي على الأخيرة. Look left and right. انظر إلى اليسار واليمين before you cross the road. قبل أن تعبر الشارع. إذا رقم 3 أخير وحدة. رقم 4. ويا. ارتدي. البس. ويا. قبل الأخيرة. A helmet. خوذة. خوذة. When riding a bike من تسوق دراجة. إذا ارتدي الخوذة عندما تقود الدراجة. Wear a helmet when you riding when riding a bike. 5 Don't use لا تستخدم your smartphone تليفونك on your bike الدراجة. رقم 6 طبعا شوفوا الأوامر. Stop. Look. Don't do something. هاي كلها أوامر توجيهات. زين. Don't play. لا تلعب by a road. قرب الشارع. الشارع ما يصير تلعب. يصير قدر. يصير حادث. رقم 7. Be careful. احذر. اصعدوا على ثاني وحدة. Be careful on swings and slides. كن حذرين من تلعبون بالمراجيح. بالزحليقة. بالمرجوحة. كونوا حذرين لأن الوقعة منها جزء تأذيكم. Be careful. Cross the road. اعبر الشارع منين. At the zebra crossing. زيبرا كروسينج من خطوط العبور. هذه التوجيهات والأوامر دي ينبهك. شوفوا كلها بدأت. Put. ضع. Stop. قف. Look. انظر. Where. كلها هاي الجمل بدأت بفعل أمر. والجمل اللي تبدي بفعل أمر نسميها توجيهات. Instructions. قد تكون بالأمر بالنهي. فأقول don't. مثلا don't run in the street. Stop before كذا هنا أو look انظر before you cross the street. هذه أوامر. فهنا التمرين للوزارة تمرين أي مهم جدا. وهنا رجع أكد لكم بصفحة 78 أنه هاي أوامر. Stop, look, don't run إلى آخره. مهم هذا الكلام. نجي على التمرين B في صفحة 79 لأن التمرين C نشاط صفي بس التمرين B مهم جدا. أكمل الجمل التالية بعد فعل الأمر. طيني تكملة. Brush. فرج. فرج شنو؟ Your teeth. Brush. فرج. Your teeth. أسنانك. 2. Slice. Slice. تقطع شرائح خفيفة. أقدر أقول the potatoes, the onions, tomatoes. أي شيء صح ويا السلايس. زين. Peel. يقشر. أقدر أقول peel the onions, peel the potatoes, peel the oranges. كلها صح. يقشر onions أو oranges صح. Draw يرسم. أكيد draw a picture. يرسم صورة. رقم 5. Click on website أو icon. Click on يلي click. إذن راح أضغط على أنطي إشارة على موقع معين أو على الايكون. رقم 6. Spread. انشر أو انثر شنو. Spread ممكن البتر الزبدة.
ممكن التشيز خاصة الجريت تشيز الجبن المبروش اللي تنشره على خبز. زين open أو close 7 و8. open و close ممكن أقول open a door أو a window, close a door أو a window اثنينها صح. read أكيد a book, read a book أو a magazine. وإنتوا تحبون book لأن سهلة. إذا هناسي أيضا نفس اللعبة تلعبوها بالصف نشاط صفي, فعندكم هنا تمرين بي مهم وتمرين أي مهم. ونقول انتهى هنا lesson 4 وننتقل مباشرة إن شاء الله درس جديد إلى lesson 5. يلا